السلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد ان شاء الله وسلعه جديده. قبل ما نبداو السلعه غادي نقول نعاد لكم المحل ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي جداد، المحل كيتواجد في مدينه قديمه الطابيه السما، فاضي كتخلو البطاقه ديالكم اون فاس كيسطو ديال المدينه، كتهزي عليك كتبان بحال السما في المكانه، تحت منها كاين باب صغير كتدخلي معاه كتلقاي قهوه ديال الحوت، كتسولي على امينه كتجيبك حتى لعندي، سولتي اختي الكارديان غيجيبك حتى لعندي. ومرحبا بك. اول حاجه غنبداو قبل ما نبداو التوصيل، بدات كاين في كازا وكاين خارج كازا، مرحبا بكم كاملين. اول حاجه اللي غادي نبداو بها هو هذا الموديل، هذا لونسومبل دو بياس البنات. غنوريكم داكشي لو غيست اللي بقى، هذا البنات باقي فيه شي بيسات بنات. ها هو السوال ديالو في الكري، الطاي ديالو ستوندار كيلبس حتى 46. بالنسبه للسوال ديالو هو هذا، هانتوما كيجي بالما بلون قبل التخت، و الثمن ديالو غير 200 درهم. شكون اللي كتبلغ الموسيقى؟ بعيدة شير، قولي قولي كيفاش ما سميتو؟ عبد النور موسيقى واش تخافتي معايا؟ التخدير وباسل قلت لي يا خويا ما بقاش تحد معايا. بالنسبة لك كيتسمعك واش غيتسمعك في فيديو مزيان؟ عاود لي على عبد النور تا هو العفو. راني هنا بالنسبة لهذا البنات، ها هو الشال ديال الكشخة، شوفوا ليا فيه جوج زواقات. المهم أنا غنحاول نوريكم هذا الموديل، هذا الثمن ديال هذا غير 50 درهم، واللي زوين فيه أنه كجلس بشعر، يعني ما كيزلق ما كيطيح من حتى شي حاجة، وما كيحتاجش دير حتى البوني لتحت. هانتوما غادي نوريكم وبخاتيك لا ما دير لا مقبط لا داك، صافي ها هو ناضي. الناس اللي كيكونوا زبالين بحالي مكيتسوقوش، ها صافي كتي هادي هنايا وهانتيا مهنية، والثمن ديالو غير 50 درهم. شوفوا ليا هاهو، وماشي سخون بزاف حتى شي حاجة، يعني دومي سيزون، وفيه لوينات خطيرة هنا البنات، وفيه جوج طبعات ومع ثلاثة. المهم أنا وريتكم غير الموديل باش تعرفوا. بالنسبة لهاد هاد اللون هذا تقدروا ديو ليه الأبيض، وتقدروا ديو ليه البلوغوا، هاهو شو الا بغيتو تفتحو هاد لاكولو هادي اللي كاين هنا، وتقدروا ديو ليه الكري الا بغيتو الكري، هاهو ها الكري، يعني الا عجبها شي لون سكري ليه وتقول لي لونسومبل اللي بغات ماري ليها فلان ان شاء الله، ماشي مشكل. الثمن ديال لي شال راه غير 50 درهم، وهاد لونسومبل كدير 200 درهم وبقى فيها غير هاد اللون. غادي ندوزو الموديل اخر، هذا اختي زوين هذا الموديل، هذا داير ضجه في فيسبوك وداكشي انستغرام. شوفوا لي هذا كيجي عريض، وفيه هذا الموتيف، هذا ماشي جيب غير كيجي بحال الجيب، هذا كيلبس حتى 46 48. ها السول ديالو هو هذا، ها نتوما شوفوا لي السول كيفاش كيجي، الثمن ديالو 200 درهم. بحال دابا هاد اللون هذا البنات، هذا غادي نعطيكم الشال اللي غادي يجي معاه، تقدري ديري ليها اختي الكحل، ها هو تقدري ديري ليه النوار، النوار اللي عندي انا غيجي يقدر يجيك معاه مزيان. وكاين هاد الموطاق هذا، ها هو هذا، ها هو، وتقدري ديري ليه هذا، ولكن انا كنفضل الكحل، الكحل غيجي زوين، ولا المعتدله هاد اللون هذا. ها هو هذا ما غاديش يجي، المهم اللي غيجي مع هاد اللبسه هادي الكحل، اللي غيجي الكحل في الشال الكحل غيجي مع هاد اللون هذا، والثمن ديالو غير 200 درهم، ولا طيب كيلبس حتى 50. غندوزو لهاد اللون اخر نفسه، كاين فيه هاد لاكولوغ هادي، البوش هو هذا، الجيب تاع المونش هو هذا. بالنسبه لهذا تا هو تقدر دير ليه نوار، تا هو غيجي زوين الشال الكحل، والثمن ديالو غير 200 درهم. وغادي ندوزو لهاد الكري اختي، شوفوا لي الكري ديالو، ها هو تا هو تقدري ديري ليه نوار ولا هاد هاد اللون هذا، والثمن تا هو 200 درهم، ولا طيح كيلبس حتى 50. وغادي ندوزو لهذا، انا كنوريكم في هاد الموديلات اللي بقى لو غيست البنات ديال هذا. شوف لي هذا كيجي واعر كيلبس حتى 52،
شوفوا لي هذا كيجي زوين بزاف دائما غد هذا حتى هو كيلبس من 40 درهم كيلبس حتى 52 لان الناس تلفو كيجي اوفر سايز. شوفوا لي السول ديالو بالنسبه للسول في هذا الموتيف هذا والثمن ديالو كان هذا ب 220 درهم دابا هذا غيولي ب 200 درهم حيت بقات فيها شي حاجه قليله هذا بولا ب 200 درهم الا جبتها شي حاجه تسكرينيها وبالنسبه لهذا تقدر دير ليه شال في البلو ها هو وتقدر دير ليه شال في النوار يعني اللي بغيتي البلو ها هو شوفي ليه مع البيض كيفاش غيجي وبغيتي دير ليه شال في البلو دير ليه شال في النوار هذاك الحيط وغادي ندوزو لهاد الموديل هذا هاكا وغادي ندوزو اختي لهاد الموديل هذا الصوفا ديالو زوينه بزاف البنات ومخدوم زوين وستريتش شوفوا ليا هذا كيلبس حتى 52 السول ديالو هو هذا وهذا تقدر دير ليه شرف النوار هانتوما شوفوا السول قداش شوفوا بالنسبة للكويس هانتوما يعني كيلبس الثمن ديال هذا 220 درهم ودائما دير ليه شرف النوار بالنسبة لهذا بالنسبة لهذاك الموديل البنات فيه تلقري دابا كنحاول نرد الحاجة لبلاصتها حيت بغينا نسدو نخليو شروينا هالكري ديالو البنات الثمن ديالو 220 درهم ولا طيب كيلبس حتى 52 فيه جوج الألوان الكري وهذاك الموتى ديالو غادي ندوزو لهذا الموديل هذا شوفوا لي هذا بالصديفة البنات كيجي مطلوق البنات اللي ما كيبغوش تريكو وتقصار هذا كيجي مطلوق كيلبس حتى 52 حتى هو الثمن ديالو 220 درهم بقاو فيه جوج الالوان كاين هذا اللون السول ديالو في الكحل ها هو هذا اللون السول ديالو في الكحل وكاين هذا اللون في البوردو هانتوما البوردو ديالو والسول حتى هو في البوردو الثمن ديالو 220 ولطي كيلبس حتى 52 وغادي ندوزو هاد الموديل هذا حتى هو بقى فيه غير هاد اللون البنات اللي عجبها شي لون تسكريني هادو ما بقاوش فيهم بزاف صافي سهل هاد السلعه هذا كيجي زوين بزاف فيه جويبات القدام السوا ديالو في الكحل ولا طي كيلبس حتى 48-50 السلام عليكم كنسجلو سير محل خاص شوفوا لي هذا حتى هو كيجي طويل البنات فوق الركبة والثمن ديالو 220 درهم والسول ديالو هو هذا هادوك لي صوبتي كيف لا بحال هكا لا طوال كولور نشوف جاي عندك من سلام مرحبا بك بالنسبة لي دخلي ماشي لا لا شحال دايرين هادو 120 وكاين هذا هذا تا هو زوين بزاف تا هو كيلبس 52 الصوفة ديالو كتيري والسوا ديالو في الكحل غطي اللي بغيتي جبدوه تا هو الثمن ديالو 220 درهم عندو قدام شوية قصير وهاد لاطول هذا راه 56 لا 56 طالياني ماشي 56 غير اللي صغير عطيه 52 عزيز
مرحبا بك اختي، مرحبا بالناس ديال السلام، مرحبا مغاربة كاملين في المكان. شوفوا لي هذا فيه صور ديالو في النوار، والعطاي دائما كنقول لكم كيلبس 52 ستوندار البنات، والثمن ديالو 220 درهم. لا زوين، شوف وغادي ندوزو لهاد الموديل هذا، هذا غير جو اللوان ديالو ان شاء الله. ملي غنجيو اللوان غادي ندوزو الفيديو، لان هذا الموديل مطلوب بزاف، هذا واعر وكيجي خطير في اللبسه. شوفوا هذا كيلبس 52، واللي زوين فيه انه ما كيشدش لا فورم، كيجي غريب، كيتلبس اوفر سايز، كيكون غيكون فيه لينات زوينين بالنسبه لدابا التقليدي. وهذا البوردو كيلبس حتى 52، والثمن ديالو 250 درهم. الخيط ديالو رقيق البنات، شوفوا ليا، شوفوا هاد الموتيف اللي فيه هنا في الضفر، المونطو ما عندكش؟ لا. وبالنسبه لهذا الموديل هذا بقى فيه الكحل، الثمن ديالو 220 درهم. طيب كاين حتى الكارون جوت هذا كاين فيه الكحل، وكاين فيه هذا الخضر هذا، ها هو جبت كلاطاي، وكاين هذا الباج اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها. ومرحبا بكم كاملين، الله يخليكم، أعانكم الله. فيديو آخر إن شاء الله، تهلاو ليا فايوتكم، تصبحوا على خير.